لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري السبت وقف برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار المصرية. وقال المجلس في بيان له أن وقف البرنامج سيستمر لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار. وكانت ريهام سعيد قد عادت إلى الأضواء مرة أخرى بطريقة سلبية بعد أن بثت في برنامجها حلقة عن صيد الثعالب في مصر، وتضمنت الحلقة تعذيبا للحيوانات مما أثار غضب نشطاء حقوق الحيوان في البلاد. وكانت ريهام التي رجعت إلى العمل الإعلامي بعد قفاها لمدة عام بسبب تنمرها على النساء الثمينات واتهامهن بالقبح والكسل، قد صورت حلقة ظهر فيها ثعلب صغير يتعرض للتعذيب والتقييد والخنق حتى انهمرت دموعه من شدة الألم. وجراء الغضب الذي أثارته تلك الحلقة عمدت قناة النهار إلى حذفها وأصدرت اعتذارا رسميا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. جاء فيها أن الشبكة قنوات النهار تقدم اعتذارها للمشاهدين عن عرض حلقة برنامج صبايا الخير والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر وتصديرها للخارج. كما قرر المجلس في نفس الجلسة التي عقدها السبت إيقاف الإعلامي أسامة كمال لمدة أسبوعين بسبب مخالفات وردت في إحدى حلقات برنامجه 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد.